احتفل الفلسطينيون في رام الله ببداية عيد الأضحى بالصلاة، لكن الاحتفال هذا العام طغت عليه أعمال العنف الدامية في الضفة الغربية والحرب المدمرة في قطاع غزة، وذلك منذ بدء الحرب على قطاع غزة. الله أكبر، إياك نعبد وإياك نستعين، على ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، لا إله إلا أكبر كبيرا، والحمد لله. نتعلم كثيرا ونعيش اللحظات الصعبة مع إخواننا في غزة وفي كل مكان يذوقون فيه الويلات والأمور الصعبة، ولكن عند الله تبارك وتعالى إن شاء الله سيلقون الجزاء وسيلقون الرفعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب هذه الغمة وأن يسرع في إنقاذ هذه الأمة من هذا الكيد ومن هذا الظلم ومن هذه الوحشية.